اشتري العاب بسعر جدا رخيص وباقل من نص سعرها الاصلي وعلى جميع منصات بلاي ستيشن اكس بوكس والبي سي من g2a.com، لينك الشراء بالوصف. السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ معكم شركيال وشركة كي، ونجيب لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم شباب تحليل عرض الزومبيز الجديد لبلاك اوب 3 الزومبيز. مثل ما تعرفوا وصل ليومين نازل الدعاية، وبالفيديو هذا راح احط لكم اشياء صدقوني يمكن كثير منكم ما سمعها او صور حتى ما شافها عن الزومبي، فخليك كمل الفيديو عشان تعرف كل شيء اذا كنت من محبين الزومبيز طبعا. طيب اول شيء نبلش بالشخصيات. مثل ما شايفين هاي صوره الاربع شخصيات اللي في اللعبه، هم اربع ممثلين. هذا الممثل الاول اللي هو على ما اظن دور ابو الشنب، وهذا الشرطي، وهذا الكل يعرف على ما اظن ممثل مألوف، وهي الشخصية البنت. طبعا هالشخصيات اول مرة نشوفها، ما شفناهم قبل باجهزة كول اوف ديوتي زومبيز، واول مرة يحطوا الممثلين دول في اللعبة يعني في تاريخ اللعبة. فهالممثلين على ما اظن راح يكون لهم انه دور كبير في القصة، ما اظن راح يكون لهم قصة جديدة، لا يعني هم قصة جديدة صح كيف وهيك، بس راح يكون لهم دور بالقصة تبع اللي هي ريكتوفن وماكسس وهالكلام، ما اظن راح ينهوا القصة. طبعا هالصورة مأخوذة من موقع كول اوف ديوتي، اي واحد يفوت حاطين مجموعة صور. فرح رح المكتوب بالصورة اول شيء انه احداث القصة تبع الزومبيز او عالم الزومبي راح يكون عام 1940 باسم الخريطة شادو اوف ايفل، اوكي اسم المنطقة اللي هم فيها عام 1940. طيب وفي عنا اربع شخصيات شارحين كل شخصية شو هي او شو كانت هي. اول شيء البنت كاتبين ذا فان فيتل معناتها اللي هي في امريكا عندهم في البارات اللي هي تكون البنت اللي في البارات اللي يعني كيف اقولهم اياها، البنت اللي ترقص بالبارات ويجوا يشوفوها الناس ترقص ويعني من هالكلام من بنات البارات يعني، اوكي هاي هي شخصية البنت. اوكي وتاني واحد هو يعني شكله اكثر شيء حطوا عليه شكله يعني دور اساسي ابو الشنب، اوكي الشنب طويل كاتبين عليه هو ذا ماجيكان، انه هو الساحر او يعني له دخل بالسحر. طبعا انتم شفتوا الدعاية في كل اشياء اللي دخل بالسحر، يعني انه واحد يطلع من مثل هيك حد رسم نجم على الارض، واحد طلع وانفجر دم ومدري ايش، فهذا يكون هو الساحر. وفي الشرطي اللي هو اقل واحد حطوه، وفي البوكسر اللي شفناه حاط على ايده نكل اول شيء، واللي هو الممثل المعروف يعني طلع باكثر من فيلم. اوكي فكاتبين تحت each of the four character awoke to a nightmare world overrun of the undead each، ان المهم انه الشخصيات صحوا بعالم بكابوس من بعالم من الكوابيس ومن الشخصيات الغير ميتة اللي هم الزومبيز يعني، فبيحاولوا يلتقوا مع بعض عشان يعني سيرفايفل مع بعض. طيب يا شباب ومثل ما شايفين بهالصورة كاتبين اسم المدينة اللي هي مورك سيتي، كاتبين انه يعني اجواء المدينة او اجواء الخريطة راح تكون انه مثل مكان بارات وقديم يعني عام 1940 والكازينوهات وهيك في امريكا يعني، واسم المدينه مارك سيتي. طبعا انا حطيت هالصوره عشان تشوف هي صوره من الماب، ما حطوها بالدعايه. مثل ما شايفين تحت على اليسار فينك تشتري سلاح من الحيط، حاطين السلاح شكله على ما اظن سنايبر او هيك شيء. ومثل ما تشوف الخريطه ضخمه، مبين ان الخريطه ضخمه، شوفوا فينك تمشي قدام وفي مثل نهر بالنص، وفينك تفوت على البار على اليمين، وهي في بالنص ماكينة العلك اللي راح نحكي عليها بعد شوي ان شاء الله. طيب واخر صورة عنا، الصورة مهمة والكلام اللي بصورة مهم. هلا اول شيء نبدأ بالكلام. الكلام كاتبين انه نظام الزومبي راح يكون نظام ليفل، هو انه نظام اكس بي وتلفل وبرستيج، يعني نفس النظام اللي كان في بلاك اوبس 2. فهذا الشيء شجعنا اكثر انه نلعب الزومبي اكثر واكثر عشان يزيد الليفل، مو نفس اكس زومبيز. اكس زومبي ما كان في ليفل، يعني قد ما لعبت هو اللي يفرق الرانك بس، فما اشوف ان كثير ناس يتشجعوا انه يلعبوا زومبي، فالشيء حلو انه رجعوا الليفل. طيب وثاني شيء الخريطه كمان مثل ما شايفين او الصوره كمان مهمه، الصوره تشبه كثير قريبه لاجواء ماب بيريد،
مكتبه وهيك، وبالنص في مثل جمجمه اخطبوط، وهل المكان اللي بدي اعيش شفت له يعني بدي اعيش شفت له هاي مثل بالنص في مثل نجمه وطلع منها واحد وانفجر وصار دم ودخل جوا البوكس اللي في النص. فيعني الماب شكله فيه يعني كلام سحر وما سحر هالكلام. حتى واحد من الشخصيات مثل ما قلت لكم شوي كاتبين وصفه بين الشخصيات انه ذا ماجيكن او الساحر يعني. طيب يا شباب، الدعايه بين انه الشخصيات اشرار او مش كويسين يعني، مثل ما تشوفوا شخصيه البنت مثل كانه رابطه واحد على التخت وعم تذبحه، او شخصيه الشرطي شرطي فاسد قاعد يضرب واحد من ورا وبعدين يقتله وهم عم يحكوا بالكلام كمان. الشخصيه الثالثه حاطه نكل هاي الحديدين الممنوع بالمصارعه حاطه تحت القفاز على ما اظن، وبين لك انه كيف لعن وش المقابل. وهالساحر كيف قاعد انه مثل يربط واحده مجبره ويجرب عليها او يقتلها او يجرب عليها انواع السحر يعني. حتى في الدعايه يقول انه واحد منهم يحكي انه I think all of that happened to us because we are bad people. يعني هدول شخصيات مو شخصيات ما لحد ياخذهم ابطال، كلهم هم بالاصل شخصيات اشرار. فهون سلاح مطور نفس نظام الاسلحه في بلاك اوبس 1 بلاك اوبس 2 نفس الزغرفه نوع الطخ، فالباك بانش بالاسلحه المطوره رجع. وفي شيء لاحظته ان كل شخصيه لها خصائص. نشوف ها شخصيه البوكسر اللي حكيت عنها، شوفوا كيف عنده بايده نكل ويقتل بسهوله. وها شخصيه الشرطي مثل ما شوفوا عنده السيف، ما ادري شو دخل الشرطي بالسيف، بس يعني عنده سيف ساموراي ويقدر يدبح بكل سهوله. والبنت اكثر شيء عجبتني مثل عندها توموهوك ترميها بعدين انها فينا تخبط الارض وتعمل ستن وتقتل كل اللي حواليها. وعلى ما اظن شخصيه الساحر ما حطوها ورا، حطوها بعدين، بس على ما اظن هي خاصيه الساحر اللي هو انه يقدر يتحول اخطبوط هو ساحر يعني. فمثل ما شايفين يروح يقطع كل شيء، فصير نفس اورجنز ان كل واحد قبل جيم متخانه انا بهالشخصيه انا بهالشخصيه اورجنز نفس الشيء، كل واحد يقول انا ابي عصا الثلج عصا النار، فيعني شيء حلو الصراحه. هنا الشيلد محبوب للجميع، بس الشيلد صراحه هون خرافي خرافي مثل ما شايفين. على ما اظن هي انك تركب شيلد عادي بعدين في مثل ابجريد تسويه يصير بهالشكل، يعني هاي فكك من حشرات حشرات، اذا منحشر بمكان سوي الخاصيه وشوفي طير كل شيء قدامك. نجي للشيء العجيب. ها طبعا هالشيء معظمكم فكر انها ماكينة بركات عشوائية، بس لا ما اظن انها ماكينة بركات عشوائية، اظن انها ماكينة اللي هي العلكة بس ماكينة خصائص عشوائية. لان مثل ما تشوفوا الحين واحد راح ياكل العلكة هاي، شوفوا راح يصير انفيزبل، الزومبي كلهم راح يبعدوا عنه، فينك خاصية تستعملها نفس الكاموفلاج بالاكسو زومبيز. هنا واحد منهم راح ياكل العلكة هاي، الماكسيم وقتها تروح ياخذها ما بدش يسوي ترجع تضل موجودة شكلها تضل موجودة ما تختفي. والحين مثل ما شفتوا رح ارجع عيدها الحين بعد شوي انه شخصية البنت اختفت، شخصية البنت بس انه كانت محشورة اختفت وكل شيء حولها زومبي مات وحطها في مكان ثاني. فما اظن هي مثل الخاصيات انه عشوائية بتجيك وفينك تستعملها مرة وبعدين ترجع تجرب حظك وتاخذ شيء عشوائي مو بيركات، لانه ما اظن في بيرك يخليك طول الوقت مختفي نفس ها، ولا بيرك يخليك تختفي طول الوقت اي وقت بما، يعني ما اظن هالكلام راح يكون موجود. احلى شيء هي شوف الماكس ممكن هيروح اخذها ما بس شو سوى فعل المضر راح تضل موجوده للابد. فهالشيء صراحه حركه جدا حلوه وجدا راح تكون ممتعه في اللعبه. والحين نجي للشيء الجديد، الشيء الغريب الاخطبوط الضخم. ها اول مره نشوف وحش بهالضخامه بالزومبيز، كنا متعودين عليه انه يجي لنا زومبيز نفس شكل الزومبي العاديين بس يكون ضخم. فهذا الشيء صراحه في كثير ناس استاءوا منه، في ناس بالكومنت تحطوا انه اشياء جايبينها من اكستنشن تبع جوست، الاكستنشن تبع جوست اللي ذكره كان كله نفس الاشكال فضائيين اخطبوط ومن هالكلام. بس يعني اظن كنوع من التغيير، ما اظن هيكون شيء اساسي، راح يكون شيء كل 10 راوندات يجي لنا بوت نذبحها يعني هيك يكون شيء صعب يعني كنوع من التغيير. فانا الصراحه ما شفته سيء، شفته شيء حلو يعني كنوع من التغيير في الزومبيز يعني. فمثل ما شايفين هاي الاشياء تطير كمان، هي كثير قريبه للي موجوده في جوست اكستنشن. اغرب شيء هاي حطوه في اخر الدعاية، مثل شيء طلع من الارض شيء مثل الكتاب تحول رجال وانفجر ونزل دمه في الغرفة. طيب مو شايفين النجمة في الارض هي نجمة خماسية، هاي فينا نقول فينا نجمة شيطانية او هيك شيء او نجمة سحر، والله ما ادري شو هي بالضبط، بس انه يعني هي تعرفوا انه الماب له علاقة بسحر واشياء غريبة، وعلى ما اظن هي يعني اشياء من خطوات اللغز راح تكون حطوها في الدعاية. ف شيء حلو نحب نحل الالغاز، نحب الاشياء الغريبة اللي هي يضيفوها مابات الزومبي عشان نكتشفها يعني. طيب يا شباب، وهنا نكون وصلنا لنهاية الشرح، بس في شيء واحد راح احكي لكم عنه كمان اللي هو رأيي انا عن هالشيء وشو اظن بالنسبة للزومبي بالمستقبل راح يكون. طبعا اللي شايفينه كمان من هالدعاية انه هالماب الخريطة هي اللي هي شادو اوف ايفل هي مثل امريكا من زمان كيف عام 1940 يعني على زمن منطقة البارات والكازينوهات ومن هالكلام. فعلى ما اظن انه
هالماب اللي هو شادو اوف ايفل راح يكون يعني شخصيات جديده راح يكون احداثه بهالفتره الزمنيه، وعم اظن الماب الثاني راح يكمل القصه هي تبعتهم. الماب الثالث سيكون يمكن تكمله لشخصيات موب اوف ذا ديد، لانه ما عرفنا شو صار معهم بالقصه، لانه جابوهم بمؤتمر كوميكون للزومبي، فما اظن جابوهم من شخصيات عملوهم مقابله على الفاضي. ثالث ماب تكمله لهم القصه تبعهم هي، ورابع ماب على ما اظن يجيبونا شخصيات القديمه هي ريكتوفن وماكسس وهالكلام، وعلى ما اظن هنا في يعني هالشخصيات ما هيكون قصة جديدة، راح يكون إلى دخل في ماكسس وروكتوفن ومن هالكلام. هذا حسب توقعي، يمكن صح يمكن لا، بس إنه المفروض راح يسوي على نفس نظام بلاك أوبس 2، كمان جاب شخصيات جديدة وبعدين جابونا شخصيات موب أوف ذا ديد، وبعدين في آخر شيء جابونا شخصيات القديمين، أو يمكن ما يجيبوا شخصيات موب أوف ذا ديد، يجيبوا شخصيات جديدة كليا. بلاك أوبس 1 جابوا في ماب كول أوف ذا ديد شخصيات جديدة كليا، وهون موب ببلاك أوبس 2 موب أوف ذا ديد شخصيات جديدة كليا، على ما أظن كمان راح يجيبونا شخصيات جديدة كليا يكون لهم قصة حلوة يعني. فبس يا شباب هذا حسب توقعي، اتمنى يكون عجبكم الشرح. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى اذا عجبك الفيديو تدعمنا بزر اللايك والفيفورت، الصراحه جد تعبت على الشرح، واكتب في الكومنت شو رايك، وشو اذا عندك اي سؤال ما فهمت اي شيء اكتب لي في الكومنت وراح اوضح لك اياه ان شاء الله. فبس كان معكم شرك كيال وشرك كي، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.